امين زرقو زيدني 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 الفيديو الاخر زيد. اه هنايا جبنا لكم شوفوا يا جماعه حنا نحاولوا كيفاش باش ما تقولوش رانا غير في بلاصه واحده. كل خطره كيفاه، خطره الشلف، خطره المديه، خطره العاصمه. هنا رانا في وهران في الطريق، مواطن تلاقاو به. السلام عليكم خويا، دير تعطينا تصريح، تعطينا ديكلاراسيون، تهضر. يقول لك فاش نهضر؟ الانتخابات. تقول له الانتخابات، كاين اللي يقول لك خويا انا ما نهضرش. علاه ما نهضرش؟ مانيش حاب نهضر، انا موظف ما نقدرش، القانون ما يسمحليش اني ندير تصريح. وكاين مواطنين يهضر، اسمع المواطن في الشارع واش يقول. تفضل. بينهم تبون وتاع رئيس الحركه تاع سلم، مجتمع سلم، والله الاخر ما مشي ثابت. تبون برك. عبد المجيد تبون، هذا اللي نعرفه. ما نحوش نعرف، ما نحوش نعرف، علاه نعرف؟ هالبلاد تمشي مليحه يلا لاباس، معاه وتربح. نعرف تبون الرئيس الحالي، كان حسن تقريبا، هذا مزوج ان تقريبا النتيجه تقريبا واضحه باينه. رئيس تبون ولو ثوازيام زوج، واحد من حماس وواحد من اف اف اس. تبون ما نعرفوش، ماهوش باينين. انا نعرف تبوني يبقى تبوني، تبوني يبقى تبوني. هما على كل حال كاع جزائريين وما نحقروش واحد خير من واحد ياك. والانسان يختار واحد من دوك الجماعه ياه، كما يقول زيتنا في بيتنا. يبقى تبون يبقى تبون، يتبع المسيره تاعو. اش نقول لك ابار تبون اللي على بالي به، وفيه تبون وفيه في الجزائر. خويا مواطن، مواطن ويهدر يهدر ويهدر راه حر. كيما قبيله رئيس حزب يهدر، المواطن ثاني يهدر. وهذا مكان، وهذه هي، هذه هي، وهذا هو.